مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم أنيسة شو على قناة البلاد. موضوعنا لنهار اليوم حيكون موضوع العقم أو ربما التأخر في الإنجاب. كل هذه المواضيع من الجانب النفساني، من الجانب الطبي، من الجانب الاجتماعي، حين تناولوا كل هذه النقاط في سهرة اليوم مع ضيوف حبوا يشاركونا هذا البرنامج. نرحب بالسيد خالد مهوب، اخصائي نفساني، شكرا على قبولك دعوتنا. مساء الخير. شكرا مصطفى. شكرا. نرحب كذلك بالدكتور الغني عن التعريف التهريب غير قلت التهريب اذا الغني عن التعريف السيد فتحي بناشنو، شكرا على قبولك دعوتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا. وكذلك راهو حاضر معنا السيد مرزوقي عبد العزيز، طبيب في امراض النساء والتوليد، شكرا كذلك. شكراً على الدعوة من وهران. شكرا على الدعوة. لا شكرا على واجب. وكذلك محمد السلطاني اللي راح يتكلم في موضوع العقم في سهرة اليوم، مرحبا بك. العقم ثانية نيسا. سمع السلطاني هذا يهضر في كل شفو. نعم. سي لان دي سوجي تسمى موضوع تاع المجتمع، مجتمعي بوتيتر مي جو سي با، صادير نهضر في كما يقولوا ضيوفنا الكرام لهم. نعم. وسع النظر. اكيد راهم الحين ينورونا في عده نقاط. بلاك سي لان دي طابو لا سوسيتي. نعم صحيح صحيح. وان شاء الله نحاولوا. نعم. نثريو النقاش والموضوع والمشاهد يعجبوا الحال ان شاء الله. نعم دكتور غابي. ماهيش قضيه المجتمع الجزائري. هذا الموضوع مرتبط بالبشريه. نعم. بالبشرية. نعم. صحنا في المجتمع تاعنا ما مجتمع الترجمة تاعو وكيفاه يعيشوا في. نعم. المجتمع نتكلم أكيد على الألفاظ الموجهة للناس اللي تعاني من التأخر في الإنجاب أو العقم. نبدأ بالسيد مهوبة، لما نتكلموا على يعني الشيفخ الأعداد راهي موجودة أمامنا، أكثر من 20% الناس راهي تعاني في مجتمعنا من العقم بالنسبة للنساء والرجال، وهذا ربما اللي يخلينا ولا يخلي المجتمع يدخل في تدمير العلاقات الاجتماعية والزوجية في آن واحد. بطبيعة الحال شكرا لك أنيسة لإثارتك لهذا الموضوع اللي كما قال محمد مقبل سي تان سوجي طابو دون لا سوسيتي الجيريان. ميم لو كوبل هذا ستيريل يعيش هذيك هذا التأخر كما نقولوا، باسكو حتى لو كان نعرفوا ممكن الطبيب يعرف لنا كما يقولوا كاين لا ستيريليتي بريمير اي لا ستيريليتي كما نقولوا سيكوندير، كاين سكون ابل حنا لا ستيريليتي بسيكوجين وين السبب تاعها ممكن يكون نفسي. فهنا كي نتحدثوا باسكو لو كوبل بصفه عامه كي يجي ان كوبل كي يجي الاخر سي اوتوماتيكمون لي زونفون اون سو ماري بوركوا نزوجوا لواش نجيبوا الاولاد باش نبني اسره باش يكونوا الاولاد. واسمح لي في الاسلام الرسول يقول لك تكاثروا. نعم. زواج بتكاثر. فإني مباهن بكم الملائكة. فوالا. أيوه. بطبيعة الحال فهنا كي نقولوا باسكو هناك هذا الرقم ما يعبرش على الحقيقة تاع الواقع تاع المجتمع. لماذا؟ لأنه هناك العديد من الأزواج ما يصرحوش باللي عندهم أن بروبليم، راهم عايشين وحدهم هذيك المعاناة. نعم. إذا الأرقام اللي هنا راهي منخفضة مقارنة بالحقيقة دكتور. بطبيعة الحال باسكو. نعم. هناك العديد من الأزواج اللي ممكن ما يروحوش يبادروا باش يعالجوا، ولا حتى لو كان يعالجوا يعالجوا في سرية تامة بعيدا عن كل، باسكو علاش ما نساوش احنا التفكير المجتمعي الشعبوي كما يقولوا، وين التفسيرات مباشرة ممكن طبيب الأطباء راهم هنا نروحوا مباشرة للتفسيرات الشعبوية، ضربوها بعين، أي مسحورة، أي بالك عندها ربط، أي عندها كذا كذا، وين كي نشوفوا احنا كمختصين العمق نتاع المشكل هذا والأسباب الحقيقية نتاعو ما كان حتى واحد يعرفها. نعم. لو سول اللي يعرفها سي لو كوبل الى سوفرونس، المعاناه اللي يعيشها هذا لو كوبل، اولا معاناه نفسيه في حد ذاته. نعم. باسكو هما وزيد المعاناه الاجتماعيه اللي يفرضها. نعم. عليه المجتمع. حتى تولي تتجنب انها تروح الملمات العائليه ولا كذا. ها كيفاش؟ اكيد تروحي للطبيب وقتاش؟ اسكو كذا اسكو كذا؟ وين هنا في بعض الاحيان
الام هذه ولا الزوجه هذه اللي راهي هي في حدتها حابه تجيب الاولاد. نعم هي في حدتها راهي متحصله على نفسها. متحصله لو فات الطريقه والتعامل تاعنا ممكن راح نعاودوا نوليو ليها في الحصه، طريقه التعامل مع المراه. نعم. مهم اللي نقدر نقول بين قوسين اللي مازال ما جابتش الاولاد ولا تاخرت. نعم باسكو علاش؟ اما كان حتى واحد يمدنا باسكو ميم ايه كبيره ربي يهب كما يقولوا يجعل منا كما يقولوا سواء عندك الاولاد سواء عاقل. نعم. ربي هو اللي يسدي. نعم. مش انت ومش هي. نعم. مش حتى انسان، لكن الضغط تاع المجتمع ليفرض المجتمع على نقدر نقول انا ضحايا كما نقولوا هذا لا شارج كما نقولوا تاع المجتمع عليهم لتزيد تأزم. نعم. الوضع وممكن حتى تكون سبب في كما نقولوا سبب نفسي اللي يقدر ما يخليهاش. جميل. قبل ما نروح للدكتور مرزوقي لانه مختص في امراض النساء والتوليد نروح للدكتور بنا شنو انا نتكلم لنا على العامل اللي راح يزيد من الضغوطات النفسيه لهذا الزوج والزوجه اللي ما عندهمش اطفال. فاليوم مجتمعنا عنده بعض الالفاظ اللي اليوم نقدر نقولها انها قاسيه بالنسبه للازواج اللي ما عندهمش اطفال ولا تاخروا في الانجاب. شوفي نحب ندقق حاجة. نعم. قضية تاع بشرية مرتبطة بكل البشرية، هذه واحدة. المجتمعات الأخرى في أوروبا ولا في نعم دائما المعنيين بالأمر يعني بالعقم اللي عايشين العقم هما ثانيك عندهم ضغط. في الموياناج كانوا يقولوا المرأة اللي ما تولدش راهي سحارة ستون سورتيير. نعم. تاريخ كبير وكانوا هذه يعني لازم نقولوا بأن مش إلا وفقط المجتمع الجزائري، المجتمع البشري هذه واحدة. نعاود نوليو لينا للمجتمع تاعنا. نعم. فعلا هذه مأساة، أنا نسميها مأساة، وبالأخص راهي تقيس الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن الله سبحانه كي خلقنا درنا أجهزة في الذات تاعنا، ما بينها الأجهزة الإنجاب التناسلية. أكثر من هذا الشيء الآن بانت باللي لازمنا نتكفلوا ببعض الجوانب الجينية والأمور راهي تزيد تدهور يعني تسهل للعقم، هي التلوث المحيط، المواد الغذائيه اللي موجوده. نعطيك مثال، المراه انا نتكلم كطبيب. نعم اكيد. المراه راهي معمل تاع الهرمونات. نعم. كلها الهرمونات. انا شخصيا ما حبيتش ندير تخصص تاع الجينيكو، قلت تخبلت لي بالهرمونات، يعني المراه عندها الهرمونات. الاشكاليه وين راهي؟ لاحظنا كي نقول الاطباء. نعم. لاحظنا باللي كاين بعض المواد الغذائيه بالاخص المشروبات، هذه جانب من الجوانب. يعني كاين بعض المشروبات السكريه اللي هي لي بيرتورباتور هرمونو اللي هي تدير تشويش في الجهاز الهرموني تاع المراه وتاثر، مثلا سرطان الثدي نتيجه تاع هذا التشويش الهرموني. راكي تشوفي باللي موضوع معقد واحدة وعنده عدة عوامل مباشرة غير مباشرة. يعني أولا وقبل كل شيء لازم التخصص الدقيق. نعم. في الإنجاب، خاطشي دائما كاين بعض الأشخاص نساء ورجال يغتنموا الفرصة تاع هذا الألم اللي عايشه الإنسان باه يجي ليه كل هذا الحشيشه وبخر بهذه، يعني هذه لازم، هذه قضيه الان قضيه طبيه محضه. نعم. لازم تقييم، وهذه نتوجه لزميلي. نعم. دكتور انا لما قلت المجتمع يعني هناك بعض الفاظ اللي راح تزيد في نفسيتهم، يعني لازم نتكفلوا بهذا. نعم. الجانب الطبيب ما نقولش طبيب، المعالج. نعم. المعالج لازم في نفس الوقت يتكفل. نعم. بالجانب الـ 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 النفسي تاع هذيك الكوب. هي طبيب استاذير، هي العبارات الجارحه اللي نقولوها في المجتمع، حتى في بعض الاحيان المراه اللي يتاخر الحمل تاعها، اسمح لي الخزره النظره كيفاش نشوفوا ليها ولا كيفاش يشوف ليها المجتمع المحيط بها،
النظرة ماهيش سوا سوا يعني. بعض الأفراد تاع المجتمع. نعم. ربي مثلا وش ربي يهدينا وربي خلينا من الناس. آه هذيك راهي سمينة، هذيك راهي رقيقة، هذيك راهي كذا. حنا بعض من الفئات، وهذه لا غالب إن شاء الله تتحسن الأمور، إحنا في المجتمع تاعنا ما نحبوش نتجرحوا عمدا، ما نحبو يعني ما نشدوش بعض الحالات. آه هذيك عندها 3 سنين ما ولدتش. وهنا زميلي يقول بأن الآن لازم نبدأ نطرحوا السؤال ونتقلقوا الزوج والزوجة. نعم هذا سؤال موجه مباشرة. عام نعم. عام زواج. نعم. من بعد نعم. كيفوت هذاك العام هذاك الوقت. من هذا النقطة سؤال موجه مباشرة للدكتور مرزوقي. متى الآن الناس راهم يشاهدوا فينا زوج وزوجة وقتاش يبداو يدقوا ناقوس الخطر أنه ربما هناك مشكل ولازم يتعالج؟ احنا باش نحضروا على موضوع العقم خاصنا مده من بعد النيه في الانجاب. نعم. ماشي من الزواج، من النيه في الانجاب. كما نعرفوا نرفدوا ربعه تاع الازواج دي كوبل، وهذوك لي كوبل في هذاك الشهر نقولوا لهم ديروا لنا اون غروساس. في هذوك ربعه تاع الازواج كاين غير الزوج اللي يدير لنا غروساس ستاتيستيكمون. عليها باش نعاودوا من ناحيه الاحصائيات. من ناحيه الاحصائيات باش عليها باش نوصلوا للنتيجه ان هذا الازواج هذا الزوج ما دارناش غروساس ابري عام سنه. يعني الناس نوضحوا لهم انه بعد سنه من الزواج وما كانش اطفال الان يقدروا يتقلقوا يعني يقدروا عاد. نعم. من قبل كانت اسمح لي من قبل كانت عامين. نعم. مهلة عامين. عامين. الآن عاودنا ولينا. نعم كانت عامين. ليش كان الفاكتور امبورطون اللي هو انت قلت عام مع وجود الرغبة. الرغبة لأنه تقدر عام ما كاش الرغبة ما تسالني. من بعد نروحوا صحيح من بعد نروحوا على الحبوب لمنع الحمل اللي راح تساهم في عملية تأخر الإنجاب. نعم. لكن احنا نتكلموا على يعني زوج وزوجة من البداية حابين أطفال. يعني وقتاش يبداو يتقلقوا يعني بعد سنة. عام سنة كاملة. سنة كاملة سنة كاملة, سنة كاملة. بغض النظر عن الحالات الخاصة. نعم. كاين الحالة الخاصة تاع وين يكون السن تاع المرأة يكون متقدم. نعم. يكون فوق 40 سنة. تمك نعم. عام تكون مدة كبيرة. وإلى العكس الزواج المبكر. ولا الزواج المبكر. بالنسبة الزواج المبكر تاني. الزواج المبكر هذاك اللي زوج هكا وانا قبل 19 سنة المرأة عندها مازال صبية. مازال ما تقدرش تجيب أطفال. بالنسبة للناس دكتور كان بزاف يعني في يعني لو كانوا يولوا سنوات للوراء ربما اللي تتأخر في الإنجاب ولا الكوبل ولا الزوج والزوجة ربما اللي يكونوا كما قلنا تأخروا في الزواج. لكن الآن صراحة في المحيط في المجتمع ديالنا يعني هو صغير في السن يعني والزوجة نفس الشيء لكن كاين هناك مشكل عقم ولا التأخر في الإنجاب. هل هناك عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة؟ كاين عوامل مباشرة. احنا كاين الأسباب. احنا كي نهضروا كيكون عندنا سبب واضح نهضروا على أسباب. وكاين العوامل. العوامل ما يكونش عندنا سبب احنا نقولوا عوامل غير مباشرة. العوامل كما هضر الزميل العامل النفسي. هذا عامل كبير. العامل اللي هضر عليه الزميل تانيك العامل تاع لاليمونطاسيون المحيط النمط الغذائي. وكاين الاسباب المباشره اسباب وين يكون هذا تكون لا فام ولا لوم فات بمرض او فات باكسيدون. اسمح لي هنا في المرض ها هي جانب اللي يقيس فعلا. الجزائر احنا عندنا منتشره مرض السل تيبركيلوز. نعم. نعم. تيبركيلوز ما تديش الا وفقط في الجهاز التنفسي. التيبركيلوز يدي في كاع الدات في العينين. كاين وين الجهاز تاع النسل تاع المراه ينقص يكون فيه البيكا. البيكا هذا اسم تاع الميكروب اللي واسي راهو ياثر ويخسر الجهاز تاع النسل. هذاك تما كاين عقم. هذو لما نصيبوا السبب ولازمنا قبل ما نخرجوا قبل ما ندخلوا عند عينه كذا. نعم. هذه امور. نعم. شرب هذه التيزانه وشرب هذه وروح عند سي حميده من هذا الولاله غير يحط يده فوقك تولدي. نعم. يعني هذه واقع. قبل من هذه
قبل من هذه ناكدوا ناكدوا نشخصوا ان دياغنوستيك جهاز النسل. نعم. قلت لك زياده ومن بعد تحليل جيني وتحاليل. نعم. هذه لهنا لما نتكلم على يعني زوج وزوجه عندهم مشكل، لكن في بعض الاحيان ان كوبل ولا زوج وزوجه يكونوا انكومباتيبل، يعني بيناتهم ما كانش اطفال، يعني هل تلقيتوا هذه الحالات كثيره؟ كاين حالات كثيره، كاين هذه تشكل واحد 10% 10% من حالات تاخر الحمل. وين تكون باسكو هذه لا فام مع هذا الزوج ما يديروش غروساس، يا اون انكومباتيبيليتي. استادير صافي دير كوا اون انكومباتيبيليتي. تقدروش يتوافقوا باش يجيبوا. احنا ماشي من ناحيه احنا نهضروا لا ناحيه استادير واحد ناحيه طبيه ماشي نفسيه استادير ماشي الاخر. يعني لا كومباتيبيليتي لا ربما لما يديروا التحاليل هي ماهيش مريضه هو ماهوش مريض، لكن هنا كاين نعطيكم مثال كيما استادير كاين بعض الحالات وين يكون لخطر احنا نعرفوا باللي من كيفاش تجرى عمليه التخصيب او الانجاب يكون الحيوانات المنويه يسافروا عبر الجهاز التناسلي تاع المراه اللي يوصل للبويضه ويدير لها غروساس. كاين بعض الاحيان وين تكون الام تكون المراه عندها حامله للمضادات حيويه لهذاك الحيوان المنوي. ستادير تكون اون انكومباتيبيليتي، ستادير عنده كما حنا نقولوا لي زونتي كور اونتي هذاك الاخر، وما يكونش لكاع الحيوانات المنويه، ستادير غير هذاك. هنايا انا جاتني حاله هنا باش باردون وين هنا هذه الزوجه كاين بزاف هذه الزوجه وين تتسيبارا مع هذا الزوج وتتلاقى مع زوج واحد اخر ودير غروساس. نعم نعم دكتور كاين حاله هذه انا شفتها تقدمت لها وسيد الزوجة عندها حساسية على الماني تاع الراجل تاعها. هو يكون الماني موجود فيها والمرأة تدير أزمة تاع أليرجي حاجة مدهشة. هذه نعم وربما تدخل في الحالة تاع انكومباتيبل بين الزوج والزوجة. قليلة نادرة ولكن هاك تشوفي كيفاه لازمنا نسيروا مع هذا العقم. هذا العقم اولا قضيه طبيه وقضيه تطلب فحوصات الاخر، ها هي اللي لازمنا نركزوا عليها. نعم نعم الدكتور عندك تدخل وبرك يتحدث لنا الاخ على لانكومباتيبيليتي بسيشيك. هذا الجانب النفسي والضغط هذيك نتكلموا معاها فيما بعد مع السيد مهوب. الان هادو قلنا انه ربما الرجل يكون عنده عقم واما المراه ولا مرض لازم يتعالج، لكن هناك عوامل رانا نعيشوها في حياتنا اليوميه كذلك اللي تخلي الانسان يولي يدخل في العقم ولا في التاخر في الانجاب. باختصار ما هي العوامل؟ الدكتور تكلم لنا على الاطعمه، ما راناش ناكلوا النمط الغذائي ما نش ناكلوا حاجه يعني طبيعيه ونشربوا وشنو هي نعم العوامل اللي تخلي انه الزوج ولا الزوجه يدخلوا في العقم. احنا عندنا عوامل معروفين في الاخر. نعم. كاين الاول هو العامل النفسي. عامل نفسي عامل كبير. نعم. كاين العامل اليمونتير. نعم. استادير تغذيه. عامل الكليما دفا ثاني الكليما يكون ملاخ. عندها المناخ عندها يكون عندها تاثير كبير على الاخر. وكاين العوامل الاجتماعيه بما فيها العوامل الاجتماعيه استادير الضغوطات الاجتماعيه استادير وكاين دفا ثاني لا ديسبوني العامل الاجتماعي نهضروا حاجه اخرى باسكو بكري ما كانش كاين بزاف لا سيباراسيون في لو كوبل. كان الخدمه العمل يكون جينيرالمون وين يسكن الراجل تسكن المراه. وهنا العامل الاجتماعي ياثر بزاف على الاخر. كاين بزاف درك ليفوليسيون التطور تاع المجتمع. نعم. خلق واحد النمط تاع العمل وين يسيباري المراه عن الرجل. نعم. هذا ثاني هذا يبقى عامل من العوامل. سلطاني عندك تدخل قبل ما نروحوا لفاصل. وي كاين مساله مهمه استادير في النقاش الان اللي تكلمنا عليه دكتور بن اشنهور ركز على مساله قال حكايه الدرواشه هذه وبداو نخطيونا منها. احنا الان في البرامج اكيد نتكلموا على كل ما هو علمي كل ما هو طب كل ما هو يعني مثبت. دكتور يعني بن اجنو حتى دكتور مرزوقي قال بانه المساله علميه. كاين خطوه اخرى ما نعرف اذا كان الجزائريات والجزائريين. نعم. ياخذوها بعين الاعتبار هو
العلاج النفسي قال مثلا قبل ما نروح عند لو جينيكولوج ولا لوبستريسيان ولا لو سبيسياليست في العقم ولا قال نروح نشوف طبيب نفسي. هذه خطوه مهمه كذلك لانه في بعض الاحيان وهذه محمد اسمح لي طبيب خلي نعطيك ليك وانت تتكلم فيها سكون ابل لو ديني دو لا غروسيس تادير ماشي بوستوما ماشي بعد ما توقع لا غروسيس قبل لا غروسيس هل المراه تقدر ولا الرجل يدخل دون زان ايتا وين يرفض الحمل المراه ترفض الحمل والرجل يرفض الانجاب. نعم هذه النقطه من بعد نتكلم نعم ربما هذه نقطه لكن من بعد نتكلم على الجانب النفسي كيف يؤثر على عن عدم الانجاب هذه بعد الفاصل واجب فقط محمد سلطاني من بعد نروح باش نواجه محمد نعم محمد انا اون طونك بسيكولوج انا حتى لو كان يجيني خطرة الاولى انا ما عنديش الحق نتكفل بالعلاج تاعو الخطرة الاولى انا بالك انا باش نبدا العلاج تاعي اولا نبعث مباشرة ليتر دورينتاسيون رسالة توجيهية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد هنا نقول له روح يدير ليكسبلوراسيون يدبر بعد ما طبيب يقول لي بالناحية العضوية ما عنده والو هنا ندخل أنا مقبل من الناحية العضوية ما عنديش لا محمد سلطان يتكلم أنه هما يرفضوا الأطفال هذه لا أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا جايك في هذه رفض الأطفال هنا سي با أن ديني لا غروسيس سي بلوتو une phobie li déclenchée à la femme hadia ou à l'homme hadia suite à beaucoup de choses mais انا en tant que psychothérapeute ما عنديش الحق يكون تدخلي الاول الان احنا حابين نصدر رساله اللي نبلغوها للمشاهد هو انه لو psychothérapeute لازم ينشاف قبل بعد نعم هذا شكون يبعث لي رساله توجيهيه هو طبيب نعم. بعد ما يتاكد من نولوا هذه الاكسبلوراسيون تاعو كل شيء يقول لي خلينا نعم سيد مو بهذه النقطه نقعدوا فيها سيد بينا شنو باش نروحوا لفاصل نتجاوز شويه نخرج قور شو مكتب تاعنا والبطاقه الحمراء راه ما عندي عندك بيان سير العكس تاع واش هو يقول نعم سلطاني العكس ما كي تقول أنيسة مليح لا لا أنا نكلم كطبيب متيني صاحبك ونعرفه ونهواك وتهواني أنا سيستي واضحة نتكلم كطبيب هنا هذا الآن العكس تاع واش راك تقول لو ديني دو غروسيس كاين اللي المراه كرشها تنتفخ وتحسب روحها ان غروسيس ايماجينير هذه بجي غروسيس نيرفوز غروسيس تنتفخ وهي ما كان والو هذا واقع ولكن هذه نخليوها للبسيكوثيرابيست ما نجوزوش كما قالت انيسا نقعدوا وانا نحب نقعد في الكاتابول حاجه اخرى لازم ونشكرك على الموقف العلاجي المهني اللي تكلمت عليه وهو روح شوف الطبيب قبل نعم هذا يا من بعد في من خلال البرنامج راح نطرقوا لكل هذا التفاصيل نروح لفصل قصير واكيد رانا راجعين في موضوع مهم جدا يخص كل المشاهدين والجزائريين اللي هو العقم فصل ونواصل مرحبا بكم أنتم مشاهدينا موضوع اليوم في سهرة أنيسة شو العقم راهم معنا أخصائيين باش ينورونا في مختلف النقاط إن شاء الله أسئلتنا ربما اللي راكم تتسألوها أنتم اللي راكم في بيوتكم راحين الآن نطرحوها على المختصين اللي راهم في هذا البرنامج نبدأ بالسيد الدكتور يعني خالد مهوب تكلم سلطاني على لو ديني دو لا غروسيس والانسان اللي يرفض يعني الحمل لكن الانجاب المراه نعم الزوج لا يقصد نعم الزوج والزوجه نعم من لو ديني تاع الانجاب سؤالي الان بطريقه اخرى يعني مشكل كبير انه الناس اللي
باتات حبة وراي حبة زوجة أنها تكون حامل والزوجة وحب يكون عنده يعني أطفال، هذا الضغط النفسي هو اللي يخليهم يكون عامل مباشر باش ما يجيبوش الأطفال. فقلنا كيفاش يقدروا يسعفوا أنفسهم ويروحوا عند أخصائيين نفسانيين باش يعالجوا هذا الضغط اللي راهم عايشينه أو كوتيديان يعني في بيتهم. يعني بطبيعة الحال أنا ساختي باسكو إحنا قبل نعاود نأكد عليها، تدخل العلاجي تاعنا يكون بعد إجراء كل الفحوصات الطبية لازمة. نعم. والطبيب بيان سور المعالج سواء كان يقولنا باللي من ناحية طبية كلش على ما يرام، نقولوا باريزومبل باللي لو سبيرموغرام تاع الراجل راهو لاباس، حيوانات المنية تاعو لاباس، الكمية راهي لاباس، ما كاش تشوهات، ما كاين حتى حاجة، كيف كيف الجهاز الجهاز كما يقولوا الميبيضين وكلشي من ناحية تاع المرأة سليمة. فهنا ندخلوا احنا ندخلوا احنا باش نعرفوا باسكو علاش الحاجة الأولى اللي نبداو بها واش هي؟ أولا العلاقة الجنسية اللي لو كوبل مقدر ما يصرحهاش للطبيب باسكو علاش ممكن الطبيب إنا باسيزي وبالك ما عطاهمش الوقت كافي، بالك ما تولاش لهذاك الآخر هذاك لأنه هناك بعض الاضطرابات الجنسية اللي نقدر نسميها ممكن طبيب لو فاجينيزم باغ اكزومبل وين ما كانش فاهم واش الفاجينيزم. الفاجينيزم هو عبارة عن اضطراب جنسي اللي لما العلاقة تكون المرأة يجيها الألم، المرأة ترفض أنه يكون هناك علاج كما يقولوا لعملية جنسية كاملة، وين تشعر بألم كبير، ألم نفسي كبير، وين البوس سوماري وما يكونش هناك عملية جنسية. فهنا ممكن المرأة هذه تحشم بالاضطراب هذا، ما تقولوش ولا حتى هناك مشكل في تشخيص هذا الاضطراب كي يكون ديجا أولا ما كانش علاقة جنسية، كيفاش نحوسوا على الحمل. على الحمل. فهنا ممكن لو كوبل هذا ما يحكيش هذه الاشياء للاطباء المعالجين تاعهم، سواء الجينيكولوج سواء لو ميديسان جينيراليست، باسكو جينيرالمون يل كومونس باغ ان ميديسان جينيراليست ومن بعد هو اللي يوجههم برساله لمختص. الان الحمد لله كاين طبيب العائله وين كامل عندنا طبيب باين نعيطوا له ارواح شوف كذا نحكيو الاسى، حبينا ولا كرهنا مازال طابو كبير في المجتمع الجزائري وين المراه تلقى صعوبه باش تحكي. ديجا لو كوبل يقاردها في وسطو ما يقولهمش انا واش عندي، ما يقدرش يروح يقول يماه ولا الحمات ولا حاجه باللي بنتك فيها مشكل، ولا ما تقدرش تقول باللي راجلي او عنده عجز ولا الحيوانات المنويه تاعو كذا، وين هنا في بعض الاحيان لا فام الونكاس ممكن هي. ولكن طبيب اسمح لي، هذا لو ديالوج هذا يقدر يكون بين الرجل والمراه يكون، لكن هنا هذه الاضطرابات للاسف سامحني السؤال تاعي دقيق والجواب تاعو راه عند الطبيب. قلت ينبغي انا سقسيت قلت لك هذا الديالوج هذا الحوار يكون بين الرجل وزوجته. الطبيب قال لك يا للاسف، المقصود انه حتى بين الرجل ومرته في بعض الاحيان وفي كثير من الاحيان ما كاش هذا الحوار يكون طابو ناتج على الواش محمد خويا، ناتج عن جهل هذا الاضطراب. باغ اكزومبل لو فاجينيزم ما يعرفوش الناس، ما على بالهمش واش معناتها لو فاجينيزم، وين يروحوا مباشره للتفسيرات الشعبويه، ومن بعد كي نروح للتفسيرات الشعبويه اي مربوطه اي مصفحه اي كذا اي مسكونه اي مسكونه، وين هنا نخليو الجوهر المشكل وين نروحوا الاشياء ما عندها حتى علاقه، وين هنا الازمه راح تزيد اكثر فاكثر. ديجا التشخيص ما كانش مليح، تقول لك اني لاباس عليا، احنا لو فات يقولوا لها بلي راكي لاباس عليك ولا يقولوا له راك لاباس عليك من الناحيه العضويه مباشره ننساق وراء التفسيرات الشعبويه. لكن حتى كي نشوف الاضطرابات الجنسيه الان اللي حتى ممكن بعض الاطباء يجهلوها باسكو بيتاتر كو جي في فورماسيون سيكسو، نعرف هذه الاضطرابات ممكن ديسباروني ممكن دي تروك اللي يقدروا يصراو في المرحله هذه اللي المراه تجهلهم الزوج يجهلهم حتى بيتاتر كو لو ميدسان ما سمعش، باسكو هنا لو كوبل لازم نسمعوا له مليح ولازم هنا لو سمحت هنا رجعة لمهنية الطبيب لازم تكون عنده مهارة وتكون عنده مهنية انفلير وتتعلم هذه به المرأة تطيل ولا الراجل يطيل المشكل. نعم كاين طبيب عفسة تاني باسكو في بعض الأحيان كي ندخلوا لو كوبل المرأة قادرة ما تكونش عفايس للطبيب قدام راجلها. ومن بعد ممكن عندها ان بروبليم لو كاش من حشمة به ولا حاجة نفس الشيء باسكو كاين ممكن انا الشيء بالنسبة للراجل اسمع كاين ندير الفحص
اولا دائما الزوج مع الزوجه. مي كي نبدا نهضر معاهم كل واحد يلحق وقت معليش الله يحفظك تسناها نعم. تخليها وحدها بعض انا قلت لك راجعه للطبيب المهاره نعم. ايه طبيب كاين اللي يقول لك ايه طبيب ما كنولوا تفضل هي جلسات يعني ولا العكس أوكي. ولا العكس وكاين وانت طبيب على بالك وطبيب ثاني الكل نعم. على بالهم باللي في بعض الاحيان حتى كي يقولوا له للراجل روح دير انستغرام يقول لك كيفاش انا هذه الامور تطورت في الجزائر فعلا باسكو علاش ال توش لا فيريليتي تاعو لا فيري ان كيلكو سور باسكو ان سبرموغرام il faut le faire il faut le faire باش pour comprendre le pourquoi تاعو واش كاين واش ما كانش وين في بعض الاحيان يحبس في السبرموغرام هناك نفور ما يروحش يدير تحت انيسا تطورت الامور ماهيش كيما الان الراجل نعم. يقبل لانه الهدف انه يجيب اطفال بكري نعم. حقيقه وكانوا فئات تاع الناس اللي يرفضوا ولكن قاعده وهذه نتوجه للزملاء والزميلات في قضيه العقب راكم ان شاء الله تكون موافق قضيه الزوج والزوجه نعم. هذيك الفكره تاع بكري كما كاين العجايز العجايز من مفهوم تاعنا لابيل مير يروحوا مباشرة للطلاق ووحدة واش قالت وليدي سردوك نجيب له الجاج اللي يحب فهمتي وليدي سردوك يعني مباشرة مع جهل ولكن اسمح لي طبيب هذه أنا نحكي لك وليدها سردوك مي كي نروحوا نشوفوا نديروا ان سبرموغرام نلقاو باللي سبب الحيوانات المنوية تاعو افهم الفكرة تاعها ابدا نعم وي. ابدا وليدي اللي مريض نعم ما تقبلش كاع الفكره كذلك كذلك باسكو كي نشوفوا هذا لو تيرا هذا الميدان انا نهضر وي كي نقولوا رانا كاع في التيرا طبيب ورانا شو انا نستقبلهم ميم نقدر نقول لك يوميا عندي حالات وين تجي تعاني من هذه الاشياء كانت هناك حالات اللي عندها 13 14 سنه ما جابت الاولاد عاشت كما نقولوا معاناه كبيره الله يحفظك ويرحم والديك واسمح لي لهذا الشان راك طرقت الجانب ما بقاتش الطبيب انا ربكم الاعلى وحده الان كاين طاقم علاجي انت ماشي انا نبعت الاخر وتروحوا كاع لازم يكونوا نعم. موجودين دي زيكيب كي بران اون شارج نعم حتى نروح نقاط اخرى بطبيعه الحال هناك كي نشوف باغ اكزومبل لابيل مير ولا لو كوتي سوسيال العجوز اقولها لا لا لابيل مير لا لا حتى ليس فقط باسكو حنا المجتمع تاعنا قبيح يقولوا العجوزه باغ اكزومبل غلطت في عفسه على بها ما عطاكش ربي الاولاد سي شوكون كوم هذه عندها مشكله كذا على بها على وين هنا المراه ديجا اولا اللي ما عندهاش ربي اللي ما عطاهاش ربي الاولاد ولا حتى الرجل اللي عنده مشكله في اللي هو سبب كذا راهو يعيش معاناه نفسيه كبيره نعم. علاش يعيش معاناه نفسيه كبيره باسكو علاش الضغط راهو حامله نعم. وراهو ينكسي برك دكتور في هاد النقطه بالذات تكلمت على كل زوج والزوجات اللي يجوا ليك يعني باش للمعالجه النفسانيه اللي عندهم مشكل تكلمنا على عده يعني مشاكل طبيه ولا لكن انا نتكلم على زوج وزوجه ما عندهم حتى مشكل طبي وبفعل الضغوطات النفسيه اللي هو راهو معيشها لزوجته وزوجته راهي معيشتها له يعني حتى حياتهم الزوجيه ما راهيش طبيعيه هي اللي خلاتهم ما يجيبوش اطفال بطبيعه الحال راح يعيشوا نوع من التوتر نعم هذا التوتر اللي يخليهم يجيبوش اطفال الستريس عندنا كاين الستريس نعم. اللي نعيشوه كامل اللي هو ملح الحياه اليوميه تاعنا كاين الستريس ديباسي كاين لو ستريس بوست روماتيك كاين اللي يدخل في لا كرونيسيتي فهنا المراحل تاع لو ستريس هذه اوسي باسكو ما نساوش باللي الحاله النفسيه تؤثر في عمل الهرمونات اللي هي اللي تستيمولي كما نقولوا الغدد باش يكون افراز تاع الهرمونات باسكو علاش كيعودوا عايشين في ضغط وهذا يحصل في هذا اكنتيا اكنتا باغ اكزومبل حتى في باسكو علاش يولي لو كليما يولي طوندو نعم حتى يوليو ما يهضروش مع بعضهم حتى ممكن هي حاملة وهو حامل et en plus il parle pas il verbalise pas il s'exprime pas يا للاسف على هذه اللي قلت قبيلات يا للاسف لازم لا كومونيكاسيون بين الزوج والزوج بالك مع الزوج تاعك باسكو علاش حنا في بعض الحين نديروا لا ثيرابي دو كوبل لا ثيرابي دو كوبل يكون لو كوبل قدامي وين
نطرح المشكله. ممكن احنا كمختصين كمعالجين عندنا تقنيات باش نبروفوكي باش نخلي الزوجه هذيك تهضر وباش نخلي الزوج هذاك يهضر، نقولوا تفرغ قلبها بطبيعه الحال. وين هنا باسكو واش رانا نشوفوا في لي كابيني تاعنا والزملاء تاعي وكل شيء، ليس ما يقال وما يشاع كما يقولوا في وسط المجتمع. هناك اشياء اللي ما يقدروش يقولوها ما يقدروش يحكوها، وهذه الاشياء راح تخلي تكون احنا ديزينيبيتور، وين مطبطات، وين تخلي العمل تاع الغدد وتاع الهرمونات يزيد يؤثر. ممكن طبيب يزيد يدورنا اكثر في هذه الاشياء. نعم دكتور، هل تشوف انه العامل تاع التوتر بين الزوج والزوجه هو اللي يخليهم صراحه ما يجيبوش اطفال؟ يعني في معظم الاحيان، في معظم الاحيان في هذه الحالات الخاصه اللي ما يكونش عندنا سبب عضوي، استدير سبب عضوي باين، العامل النفسي يكون عامل كبير، يقدر يوصل حتى ل 80%. العامل النفسي هو اللي يأثر، ولا نعرفوا اللي في بسيكوسوماتيك، استدير تأثير نفسي على الجسد. هنا كاين بزاف الاضطرابات تاع الهرمونات يجوا من ستريس، كاين مام الاضطرابات الاجتماعي، اضطرابات الجنسيه يجوا من الستريس، كاين بزاف الاخر. احنا على بالنا بلي الستريس عنده عامل كبير مؤثر على عمليه الانجاب. نعم التوتر. دكتور الان الناس راهم يشاهدوا فينا يحبوا يعرفوا علامات، مثلا نبداو بعلامات العقم ربما عند المراه، هل كاين هكذا علامات تدل انه هذه المراه ربما راح تكون عندها اسباب عده اللي تخليها يعني تتاخر في الانجاب؟ كاين بعض العوامل بريديسبوزونت، استدل تقدر كي شغل نقولوا بريديسبوزون لاستيريليتي. نعم. كيما العامل الاول اللي معروف، العامل جينيتيك. كاين العامل جينيتيك، كاين دي فامي اللي معروفين بالليبوفيرتيليتي. كاين الاخر، كاين تانيك العامل تاع لوبيزيتي، كي تجي عند السمنه، كاين دي فام وين تدخل عندك تشوف واحد لو تيب لو فينوتيب اللي عنده استادير بريديسبوزون لاخر، باسكو نعرفوا بلي السمنه تاثر تاثير نيفاست على التوازن الهرمونات. كاين ثاني العامل السن معروف بلا من الاخر، عامل السن. كاين عامل ثاني انيمونتير، ثاني كي تشوف هل اليوم بصراحه الشيء اللي ذكرته كامل بوتيتر كوريجي بما في ذلك العامل الجيني، مانيش نحكي في الجزائر ولكن في الخارج الان كاين علوم تقدمت كذا حتى يقدروا يخلطوا في الجينات، يعني ابار الجينات في الامور الاخرى اللي عندها تكون سبب في تاخر الحمل لسنه سنتين ثلاث سنوات حتى قلنا 12 سنه ربما اكثر، هل تتعدل هذا الامور وتتعالج؟ اعطيها لي كما قال الاخر من الاخر، المشاهده ويشوف فيك والمشاهده تشوف فيك وحابه حتى تسمع نمدوا وتعرف. كذلك جرعه امل للناس اللي راهي تشوف. نعم استاذ سيونتيفيكمون بارلون كاع العوامل تتكوريجا، كل حالات العقم اليوم تقدر تتعالج، تبقى غير لا فولونتي تاع لا فولونتي تاع تاع المريض ولا المريض، هذه هي خاص تكون عندها اون فولونتي كبيره باش يدير نتيجه. نعم نعم انيسه، نعطي للمشاهدين معلومة تطبيقية. هي العادة الشهرية، احنا عندنا مشكل، لماذا عندها الألم في العادة الشهرية؟ الآن المعطيات العلمية العادة الشهرية ما لازمهاش تجيب الألم. لماذا؟ هاني جايك دوك نربطو. لماذا؟ لأن كاين دي كيست في الـ في الـ في الوالدة تاعها، وهذوك الكيست يكونوا اذا ما نتكفلوش بهم هما اللي وقعوا عقم. نعم ايزون تخين في هذه النقطة دكتور، سؤالي ليك وحتى الدكتورة لما تكلمت على ربما علامات العقم عند النساء، لما نتكلم ربما على لوندوميتريوز او بطانة الرحم، هل هذا يقدر يكون عامل يعني حتى قبل الزواج اللي تكون تعاني من هذا الشيء تقدر تطرح هذه الأسئلة انه ربما حنكون في حالة عقم؟ عندنا لي ترومب بوشي كذلك يكونوا مسدودة لي ترومب بوشي، كاين لي زانفيكسيون كذلك، فهادو هما العوامل اللي بالك تخلي المرأة. بالك ما فهمتكش في السؤال الاول، كي قلتي لي عوامل يعني هنا رانا نهضروا على الاسباب. العوامل اللي تخلي انه المرأة تطرح بعض الاسئله. احنا رانا نهضروا على الاسباب، كي نهضروا على التوبيركيلوز ولا نهضروا هذو اسباب مباشره. نعم صدر احنا كاين اسباب مباشره
كسوا عند الرجل ولا المرأة. يلا نبدأ بالمرأة. المرأة كان أسباب مباشرة من السبب المباشر، كان أسباب تكون عندها علاقة مع عملية التبويض. سيتادير كي نرفدو اون فام دي سارتان اج اللي لا مينوبوز، سيتادير كاين دي فام اللي عندهم لا مينوبوز تكون بريكوس، يعني مرتبطة بالسن تاع المرأة. نعم سن المرأة كاين لا مينوبوز بريكوس، هذا اللي عندها المبيض حبس في الخدمة تاعها، عدد البويضات كملوا، هذه سبب مباشر. واش هو السن طبيب اللي يبدا لا مينوبوز بريكوس باش جينيرالمون احنا لا مينوبوز تكون عادية بين 45 سنة حتى 55 سنة. نعم العادية هذه العادية عادية اون جينيرال، لا عادية بس اكيد تكون بريكوس افون 45 عام. نعم وكاين بعض الحالات اللي تكون لا مينوبوز حتى لاج دو 20 عام. كاين اللي صديقي لازم نفهموا لا مينوبوز ماشي كيما جارتي ولا لا لا تحاليل لا مينوبوز العادة الشهرية ارتباط عائلي وراثي. لا تحوسوا الأسئلة الأجوبة، سقسي اختك سقسي عمك سقسي يمك سقسي وقت جاتهم العادة الشهرية وقتها راحت. ما تسقسيش جارتك ولا هذه مرتبطة بالعائلة، هذه اللي عندها أهمية. وحنايا لما لا مينوبوز بريكوز سن اليأس ما نحبش نسميها هكا بريكوس، خطيرة خطيرة في جانب آخر. أنا خرجنا من العقل تولي حكاية واحدة أخرى. هل هذا سرطان؟ هل كذا؟ هل كذا؟ راكي تشوفي باللي أنني فرحان كي تطرقتي لهذه الجوانب، لأن راكي تشوفي العقم ماشي مباشرة مانيش نولد يلزم نولد، لا لازم نصيبوا الاسباب. نعم متعدده والزمن هكا. وكاين علاج دينيرمون ماشي كاين علاج، كاين دي ميثود دي تكنيك جدد اللي راهم في قيد التجربه باش يلاقوا. حنا كنا نهضروا على باش كيما ناطروا الموضوع نقعدوا في الاسباب. الاسباب عندنا الاسباب اللي متعلقه بعمليه التبويض بما فيها لا مينوبوز، كاين وين تكون لا مينوبوز ولا كي تكون وين تكون تدخل الجراحي هو اللي خلق لنا لا مينوبوز، صدر كيما استئصال الاخر في بعض الحالات. كاين عمليه التبويض التركي يكون كيما هضرتي على لوندوميتريوز، ثاني هذه تكون سبب. واش هي لوندوميتريوز للمشاهدين؟ فسرها. لوندوميتريوز لوندوميتريوز هي كلمه مشتقه من لوندومتر. لوندومتر هو ذاك الغشاء اللي يجي داخل الرحم نسموه لوندومتر. لوندوميتريوز هي تكون تغلاظ لحمه تغلاظ. لا لوندوميتريوز استدير هذاك الغشاء يكون خارج الرحم. يكون خارج الرحم يتطور خارج الرحم، هذا هو اللي يعطينا نقولوا لها لوندوميتريوز. يقدر يكون هذاك الغشاء في على المبيض، يقدر يكون في النصران، يقدر يكون الاخر، يقدر يكون يكون هذاك في والعرض. اسمح لي والعرض كيف نعرفوه المرأة تضيع الدم بزاف اثناء الاعراض ثاني تكون لا دولور استادير سورتو الالم. الالم قبل هذه المسائل هذه كلها يعني تتعالج تتعالج. كما هذه لا مينوبوز استادير ما كانش علاج، كاين واحد لي تكنيك مازال راهم في قيد الاخر. علاش ما بون كنا درنا تكون عندنا اضطرابات في التبويض يكون سبب في الاستيريتي. يقدر يكون سبب واحد اخر يكون في لا ميغراسيون، صدير هذيك البويضه في المجاري التناسليه يكون كاين ان اوبستاكل اللي قلتي انسداد حاجز. كاين يقدر يكون انسداد في قنوات فالوب اللي من بين الاسباب تاعه هضر عليها طبيب هي توبركيلوز. يقدر تكون عمليه جراحيه، تقدر تكون ديزانفيكسيون ا ريبيتيسيون يعني اللي عطونا انسداد في الاخر. كاين دي فوا يكون انسداد داخل الرحم. نعم الرحم الداخل يكون مسدود، وكاين دي فوا يكون انسداد في نعم. وهذا كما قال سلطاني هذا ما نقولوش انه حن يبقاو، يعني هذه مشاكل صحيه تتعالج وراي تتعالج كي. حتى في الجزائر. بالنسبه للراجل قبل ما نروحوا لفاصل تكلمنا على امراض النساء، الان بالنسبه للرجل بالنسبه للراجل ثاني كاين الراجل احنا نعرفوا السائل المنوي فيه سائل وفيه الحيوانات المنويه. معظم العقم عند الرجل يكون عنده اضطراب في سواء في لو نومبر العدد تاع الحيوانات المنويه ما يكونش سوفيزون، ولا يكون الحركه تاعه ما تكونش الاخر، ولا يكون الشكل تاعه
ما يكونش مناسب. نعم. هذو هما اون جينيرال عند نعم. دكتور بينا شنو عندك تدخل؟ وي هذا واش يقول لك شوي بان انا راني فرحان بهذه الحصه اللي ان شاء الله راهي وسات بان قبل ما ندخلوا للشعواده انا نسميه الشعواده لازم والحمد لله في الجزائر رانا نتكفلوا بهذه لازم نترقوا كاع هذا واش عذرنا هذه عندها ساعه ولا مانيش عارف نعم حتى نروحوا لفاصل نعم اسمحي لي انيسه هنا رانا نتحدث على العقم الاولي لا ستيريليتي بريمير من بعد ما نحكيوا على ستيريليتي سكوندير نعم فوالا سكوندير يعني ولدت ديجا ومن بعد حبست فوالا بعد حبست نروحوا لفاصل مشاهدينا ونراجعين نعاود نرحب بكم مشاهدينا وكذا نترحموا على العملاق الراحل رابح درياسة ربي يرحمه لي بدينا الجزء الثالث بالاغنيه المعروفه للراحل رابح درياسة نعاود نرحب بضيوفي الكرام نقولوا نعاود نذكروا مشاهدينا انه موضوع اليوم هو العقم ولا ربما التاخر في الانجاب لانه الحمد لله في الجزائر رانا اليوم نقدروا نقولوا انه كل أو معظم حالات العقم راهي تعالج هنا في الجزائر بأدوية كذلك متاحة هنا بالجزائر قبل ما نروح لدكتور مرزوقي وكذا دكتور بناشنو نروح للسيد خالد مهوب نتكلموا على تكلمنا على الاستخاص بين الزوجين تكلمنا على المجتمع والكلمات الجارحة الآن هل صبت يعني جوليك حالات أنهم حبوا ولكن لابد أنهم ينفصلوا زوج ينفصل على زوجته لما تكون التأخر في الإنجاب ولا حالة عقم الحمد لله الحالات اللي شفتها أنا ما كان حتى زوج انفصل على على الآخر على الرغم في بعض الأحيان وين حتى الزوجة تقول له روح تزوج معليش ما رزقكش ربي في الاولاد معايا روح تزوج معليش ما كان حتى مشكل نقبلها ما كان لكن الزوج تالما لا فيداليتي لمرته ويقول لك ما عطاناش ربي الوفاء 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 ما عطاناش ربي ما عطاناش للزوج وفي بعض الاحيان هناك بعض الحالات اللي يروح يعاود الزواج ويجي منها هنا كما نقولوا حتى باسكو لو كوبل هذا عياء عياء كي عياء بزاف عياء نفسيا باسكو احنا علاش العوامل الخارجيه والداخليه المعاناه النفسيه فوالا ما نعرفوهاش وما نقيموهاش وما نعطيوهاش اهميه وهي عندها دور كبير في باسكو كي تعود ماكش مرتاح نفسيا لو كوبل هذا ما يرقدش مليح لو كوبل هذا ما ياكلش مليح لو كوبل هذا او دائما حتى كي يروح يخدم لا رونتابيليتي تاعو في الخدمه اني با ماشي علاش باسكو او توجور برونشي كذلك حتى لو فات كو الزملاء الاطباء يقولوا له باللي ما عندكش امل باش يكون عندك الاولاد ديجا لو فات دو لوي دير سا دابور il faut bien choisir les mots il faut لازم نخيروا الكلمات كيفاش نوجهوا التشخيص هذا ولازم نراعيوا النفسيه نتاع المريض نتاعنا هذا حتى ولو كان نلجا للطبيب ولا حاجه لكن في لو سيرفيس ولا حاجه كاين دي بسيكولوج كاين دي بسيكوثيرابيوت يكون معاه باش يعرف كيفاش يوجه له ولا يرسل كما نقولوا للمريض لا بسيكولوج باش يعرف كيفاش يشخصه لو فات يشخص له الاضطراب هذا ولا يقول له واش عنده ولا حاجه ولا ما كانش هناك امل باش يكون عنده اولاد كما يقولوا من الناحيه الطبيه فهنا ديجا هي صدمه نفسيه بالنسبه لو كوبل هذا وين يطرح سؤال على نفسه واش درت علاش انا بالذات واش كليت وين يعاود يولي باسكو علاش كما قلنا اني ساختي لاكسي الى الانفورماسيون اي فاسيل او الولوج الى المعلومه سهل يروح سور جوجل ستيريليتي واش هي الاسباب وين يبدا يقرا هذه هكذا هذه هكذا اسمع انا بالك كليت عفسه ماشي مليحه اسمع انا بالك كذا اسمع كذا كذلك حتى كي نولي كما نقولوا السلامه نتاع لو كوبل هذا من الناحيه العضويه في بعض الاحيان اذا كان الانسان هذا عنده اضطراب جنسي نعم إذا كان العلاقة الجنسية ماهيش سليمة، إذا كان كذا ماشي عيب. نعم.
لازم باسكو علاش لو فات دالي كونسلتي ان بسي ونحكيو له كل شيء باسكو هي دي اولا خطوه مليحه وجميله وراح يتقدم به لو فات كي يجي عند بسي اولا راح يعاونه باش يتقبل الاضطراب اللي عنده حتى وفي بعض الاحيان عنده مشكل اللي عنده كذا ثانيا راح يعاونه باش يتعايش وراح يرافقه نفسيا باش يعاونه باش يتخلص من هذه كذلك الزوجه هذه للمعاناه النفسيه تاعها والهضره تاع الناس عاقره ما تجيبش الاولاد يقارنوها بفلانه لو كان جيتي مرا لو كان عندك الاولاد المجتمع راهو قاسي وقاسي قاسي بزاف وهذه الذهنيات اللي لازم اليوم نغيروها نغيروها باسكو علاش ممكن بالك لو كان جات في اختك لو كان جات في قريبه ليك لو كان جات في الاخر اسكو راح تعاملها بنفس الكذا حتى حتى لا بيل مير ولا حتى لي بو بارون كي تروح وتفضحهم نقدر نقولها هكذا بهذه الكلمه تفضحهم وتقول لهم باللي المشكل ماشي في انا المشكل راهو في وليدكم اللي عنده انازوسبيرمي عنده مشكل في الحيوانات الحركه تاع الحيوانات المعنويه وين المشكل ماشي فيا المراه لازم توقف مع راجلها المراه وهما من قبل نطلقوك نخلي شوف لو فات يعيشوها في هذاك لو ستريس نطلقوك انت ما كيش مرا انت كي كذا فهنا الحاله النفسيه راح تزيد اكثر فاكثر حتى ولو كان هناك باسيس من الامل باش تجيب كما نقولوا تولد ولا حاجه النفسيه تاعها ما راحش تشجعها ما راحش تعاونها باسكو في بعض الاحيان الوضع الكلمه ماشي الكلمه اللي تجرح سي لافكت كي اكومباني الكلمه هذه اللي تبقى تدور في راس لو كوبل هذاك فهنا النصيحه اللي نوجهها لي كوبل ماشي عيب كي نروح نكونسلتي ام سي ماشي عيب اذا كان عندك واحد قريب مش بالضروره تروح عند ام سي ام سي بيتاتر استان بروفيسيونيل لا سونتي مونتال ام سي بيتاتر الى لابيليتي كيما نقولوا باش يحكي الاخر مي عنده دي تكنيك يعرف كيفاش يعاونك ويعرف كيفاش عنده طرق خاصه لمعالجه الزوج وكذلك ممكن الصاحب شوف ممكن الاسره في هذا الباب مام الزوج إذا يقول لها راني معاك وراني صحيح. واقف معاك هو ثاني كيولي عنده ضغوطات بدلها جيب واحد أخرى مش إلا وفقت والله صدقني الطبيب كيعودوا سودي مع بعضهم يا والله ما حركوا العوامل الخارجية راح تخليهم ها هي النقطة أنا عايشين لو بروبليم مع بعضهم ومتقاسمين بطبيعة الحال لي كوبل كو جي في الحمد لله بتيت انيكدوت لو برومي البحث الأول اللي كنت في الجامعة حكيت مع طبيب كان كنت في دوزيام اني كان هو لاستيريتي بسيكوجين وي جيتي ايتيديون وين هو البحث الاول اللي خدمته وين كنت في مصلحه وكان بروفيسور يعطي الصحه وفتحنا الابواب باسكو علاش سيتي ان سوجي داكتواليتي سيتي ان سوجي وين ما كانش ابحاث فيه بزاف وين الحالات كانوا يشوفوها يقول لك باللي كيفاش هذه من الناحيه العضويه ما بها والو من بعد كي ندخلوا حنا العوامل النفسيه نلقاو سيرتو لاستيريتي سيكوندير لاستيريتي سيكوندير وين هنا العامل النفسي عنده دور كبير وين نهضر عليه معليش انا ساختي ممكن المراه هذه عاش اون ديبرسيون بوست بارتوم في الولاده الاولى تاعها وين لقات صعوبه وين حتى العلاقه الجنسيه بالنسبه لها تولي شغل كما يقولوا انكورفي مش حاجه اللي تستمتع بها مش حاجه اللي تقبلها ممكن الديفلوب انفاجينيزم ممكن الديفلوب دوتر كما يقولوا تروبل دوردر سيكسويال اللي ما تحكيهمش ما تهضرهمش وين هنا في بعض الاحيان العلاقه الجنسيه ما كاش لازم نعالجوا المشكل الجنسي هذا لازم نعالجوا كذلك الاضطراب تاع الاكتئاب ما بعد الولاده لانه علاش الاكتئاب ما خلق صدمه صدمه تقدر تكون نتيجه ظروف الولاده كانت صعبه وهنا نوجه نداء الى كان حبيتي اني ساختي باسكو المراه كي تجي تزيد كادير سورتو بور القبيلات والكذا لازم نعرفوا كيفاش نحكيو مع لا باسيون نتاعنا يعطيك الصحه باسكو علاش الي ديجا الي فولنيرابل وحده لو كان ما نعاملوهاش مليح ولا لو كان باريزومبل ظروف الولاده تكون قاسيه ال بو ديفلوبي اون ديبرسيون بوست بارتون فاسيلمون باسكو علاش وممكن تولي تخاف نولي لمحمد تولي تخاف ترفد بالحمل وين كاين طبيب اسمح لي كاين اكثر من هذا نخلي الطبيب شنو يتكلم فيه على لو تروماتيزم بوست اكوشمون خاصه في لي ماتيرنيتي عندنا في الجزائر هنايا خلي الطبيب هو يهضر يقول تفضل دكتور شوف هذا الفضاء انت لهذاك الشان انا الاوان في الجزائر العلاج ماهوش لوردونوس والدواء العلاج لازم فريق علاجي منو نهضروا على الخارج موجودين دي زيكيب ثيرابوتيك يعني في نفس المكان في نفس الوقت كاين
الجينيكولوج كاين البسيكولوج. اسمح لي سنة في هذه النقطة تاع اللي هضرها. معليش نستحقوش باش ما تروحش فيك، لكن هناك العديد من الأطباء مع كل احترامات الزملاء ينكروا الجانب النفسي. مي هذا في التكوين. نعم. هذا في التكوين في الكلية الطب. هذه سي مهوب عنده الحق، هذه البسي شغل واش يقول بسي ماشي غير البسي، هيا ناخذوا الطبيب تاع لا سبيسياليتي اللي عاودت ولات اوسوموم في كورونا اللي تاع ليمينولوجي، ماشي غير ليمينولوجي مام اللي نوموفتيزيو الامراض الصدريه والنفس. لا كاين نوتر سبيسياليتي اللي ما راهي في تحت لساني كانت بكري شغل ما كان والو شغل يحقروه بيناتهم هكذا يحقروه، من بعد مع كورونا ولات راكي تشوفي هنايا بانت باللي نعطيك حاجه لما نبنيو قاعه الولاده ماشي كي المراه تولد خلاص. المراه كي تولد غير من بعد مرحله خطيره. نعم. راهي ولدت وسلكت، كاين وين يدير دي ديبريسيون، كاين وين اللي ولدت خلاوها وحدها رمات روحها من الاخر. لا اون بار دي ديبريسيون دو بلوتو دي سكيزو بوست بارتوم كاينه. فوالا اكزاكتلي باسكو الدكتور بيبي بلوز يعني لما نعم. لا اسمحي لي انيسا عنده تأثير. البيبي بلوز حالة طبيعية عادية. نعم. لكن درجات. لا كاين درجات. لازم نفرقوا، كي نتحدثوا عن البيبي بلوز هو ثلاث أيام حتى لسمانة، لكن كي تبعد بعد شهر لا راح نتحدثوا على لا نتحدثوا على الاضطراب الاكتئاب ما بعد الولادة. نعم. وفي الاضطراب تاع الاكتئاب ما بعد الولادة كاين وين توصل حتى للذهان أو سكون نابل احنا لابسيكوز. لابسيكوز وين هنا الأم هذه باسكو في بعض الأحيان سي دي في دي فير اون كيكو سورت، كيفاش ام تقتل وليدها، كيفاش ام تقتل الجنين تاعها وهي جدا. هنا مي هنا حنا ننجمو نطبقوا انا كطبيب يعني عندي نسير الواقع. يا للاسف رانا نبنيو باطيمات تاع قاعة الولادة. لا 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 ماتيرنيتي لازمها تكون في الريتشوسي، وكي المرأة تولد نخليوها في الريتشوسي ماشي نطلعوها في لاسانسور نديروها بريمير دوزيام. هاو يضحك زميلي، هذاك هو المشكل. هذه وحدة. ثانيا الآن بانوا بعض المعلومات الجديدة، هذيك اللي المرأة بعد ما تزيد تولي تهترف وتولي تضرب، هذيك طبيعيه سي سكون ابيل لي فييف بيربيرال، هذيك تعفن لما تكوني اللي ولدوا عارفين ويعرفوا يشخصوا بان كاين ميكروب راه هذه عندها أهمية، لما تقضي على هذاك الميكروب المرأة تعود تولي عادية. نعم. يعني بعض الوضعيات النظرات يجب متابعة للمرأة اللي تولد. نعم حتى نروحوا النقاش. نعم. سبيسياليتي سي ليبيديميولوجي. نعم. علم الأوبئة. علم الأوبئة. فوالا ليزيبيديميولوج واحد الوقت في الجزائر كانوا يحضروهم ما كان والو هذا سبيسياليتي ما كان تغيرت مع كورونا ولاو هما أصمم. الجزائر ونقولها الدولة الجزائرية السنوات الأولى تاع الاستقلال، الجزائر كانت عندها شهرة كبيرة في علم الوباء ليزيبيديميو، وكان عندنا ومازال موجود واحد المؤسسة واللي أنا حاقرينها تلقيح كذلك لا المعهد الوطني للصحة العمومية. نعم. هو اللي يترق لهذا الآخر. صحيح. رغم رديناه إدارة. نعم. والعكس في الجزائر كان هذا الـ NSP لانسيتو ناسيونال سونتي بيبليك كان هو يعطي. نعم. هذه المعلومات. نعم. نعم. والتلقيح. نعم. وكلش. شكرا. نعم. ولا نعم. إدارة. شكرا دكتور. نولي لسيد دكتور مرزوقي، قلنا طبيب في أمراض النساء والتوليد، تكلمنا على ربما لاستيغيليتي عند المرأة الدرجة الأولى، وكاين كما قال سيد مهوب ستيغيليتي سكوندير. يعني واش تقدر تتكلم لنا على لا ستيغيليتي سكوندير وكيفاش ربما تعالجوها؟ هي لا ستيغيليتي سكوندير هي كيما لا ستيغيليتي بريمير. نعم. غير كيف كيف باش هو بار ديفينيسيون لا ستيغيليتي بريمير هي عند واحد الزوج اللي عمره ولا دار دراري. نعم. ونفس الشيء بالنسبه للزوج نفس الاخر نفس الشيء ونفس الاسباب ونفس الاخر. في بصح سور لو بلون بسيكولوجيك لا ستيغيليتي سكوندير تكون اقل تاثير من ستيريليتي بريمير لانهم عندهم بحكم انهم يعني عندهم طفل ولا طفله. حنا هنا دوك نعاودوا نطرقوا للتداوي عند الستيريليتي ما كناش الاخر. حنا في لا ستيريليتي عندنا ثلاث انواع تاع دواء، كاين تداوي بالجراحه،
كاين ديكا كيما انسداد الاخر وين طرقوا الجراحه، كاين التداوي بالميديكامون ادويه بالادويه. هنا دوك نعاود نقول الموضوع تاع الادويه، وكاين التداوي بدي تكنيك سبيسيفيك كيما الانسيميناسيون. كاين لي بي ام ا، لي بي ام ا فيهم الانسيميناسيون، فيهم لا فيف وفيهم لاليكسي. كاين نعم هذه طرق العلاج العقم اللي والان بين ثلاثه راهم متاحين هنا بالجزائر. كاع مكمل غذائي. والسلام عليكم. نولوا ربما قبل ما نروحوا للعلاج بحد ذاته، تكلمنا على الناس ولا المراه اللي عندها يعني اللي تكون عندها بريكوس يعني تولي يعني قلت 43 44 سنه مينوبوز مينوبوزي ولا تكون بريكوس. يعني اتكلم لنا على الناس اللي تشاهد فينا، حنا رانا لهنا باش نمدوا لهم جرعه امل، انه تكلم لنا على اللي كان اللي جازوا عندك ربما، وحتى بحكم انه دخلت في الربعينات وكان عندها مشكل ربما عقم وقدرت تجيب اطفال. جوستومون كنت باغي نطرق لهذا الموضوع بعد التطرق للادويه في ذلك الاخر. حنا في التداوي بالادويه كاين ادويه، كاين دواء وكاين المكملات الغذائيه. في الادويه كاين الادويه اللي معروفين يعني كيما كلوميد راهم يعرفوهم لي مال لي انجيكسيون اي تو سا، وكاين المكمل الغذائي، كاين المكملات الغذائيه اللي نستعملوها في بعض الحالات. هادو ماشي ادويه، هادو استدير الاخر في بعض الحالات. كاين بعض الحاله فاتت عندي استدير دانييرمون. نعم. بعض الحاله وين المكمل الغذائي كان دواء لهم، وهذه المراه هذه المراه بعدك ما عندهاش بزاف من اللي ولدت، عندها 40 يوم اللي درت لها سيزارين. هذه حالة خاصة، كانت مرأة واش كان يعاني دكتور شحال كانت في عمرها شحال؟ دارت اون ستيريليتي سكوندار، استادير سكوندار دو واحدة ولدت ومن بعد حبست. ولدت شحال قعدت بين الطفل الأول والآن كي قلت لنا عندها 40 يوم اللي انجبت؟ هذه ولدت الاج دو 34 الولد الأول، عاود ابري دوزون ولا تروازون بغات تباشر دير اون دوزيام غروسيس، عاود بقات تبع تحاول حتى جات عندي. كي جات عندي في الكونسلطاسيون درنا تحاليل للزوج تاعها ليها. في هذه الحاله لقينا باللي هي كان عندها اضطراب، باسكو فيولاج كان عندها اضطراب في التبويض، والزوج كان عنده اضطراب في السبرموغرام. درناهم سو مكمل غذائي عطى نتيجه الحمد لله. والان عندهم انا راهي في 40 يوم اللي درنا لها سيزاريان. ما شاء الله. الان مليح. قبل ما نروح هاي تولويله نعم قبل ما نروح للسيد مهرب الان على المباشر دكتور مرزوقي. وش يقولوا طبيب ولا نعم ولا هكايا انا نقول لهم تولويله هما قاعدين هكا ما يعرفوش. اذا الان على المباشر سلطاني نقول الدكتور الا يقدر يجيب لنا هذه الحاله، الا يقبلوا توعدنا انك تجيب زوج وزوجه، اذا اكيد قبلوا التصريح ويجونا لهنا كشهاده باش نمدوا الامل للناس اللي تشاهد فيه. هادو 70% يجوا هذا الكوبل هذا. ان شاء الله 70% ما نوعدكم والو، بس انا وعدكم واحد 70% يجوا ان شاء الله. يلا نستناوهم. تفضل دكتور. سؤال برك نوجهه للطبيب زميلي تاعي. كانت عندي حاله في عمرها 36 سنه، جاتني مخلوعه خايفه، قال لي طبيب عندي سن الياس المبكر، ومن بعد جابت لي قالت لي عندي اضطراب هرموني عندي كذا كذا. قلت لها انا ما بون عاونتها من الناحيه النفسيه، لكن عاودت وجهتها مباشره للطبيب نتاعها. جامري بيان سافوار باغ اكزومبل 36 ولا 35 ولا ممكن حتى 33 سنه يكون عندها سن الياس مبكر. كيفاش راح ياثر عليها هنا من الناحيه الهرمونيه حتى كيش لو بيلون تاعها؟ انا شي با ميدسان كما يقولوا ما نعرفش واش كاين. حنا نعرفوا باللي هادو حنا كاع الخلايا في جسم الانسان سبيسياليزي، كاين دي خلايا سبيسياليزي في النظر الميوسكل سي سيلول سبيسياليزي، في التناسل كاين دي سيلول سبيسياليزي في التناسل. حنا نعرفوا باللي عند الراجل هادو لي سيلول يتكاثروا، عليها الراجل لامينوبوز ما تكونش عند لوندروبوز تكون ما تكونش عندها، بصح عند لافام تزيد بعدد ثابت تاع البويضات، وكل شهر يموت واحد العدد وهذا هو اللي يحكم لنا واستدري يقدر يحدد لنا الحد سن الياس. سن الياس هو نفاذ المخزون تاع البويضات. نعم. هذا هو سن الياس. اذا ان شاء الله نكونوا نعم في حاجه تفضل لازم نلاحظوا. احنا كنا
الجيل تاعي في البداية كانت العقم قاع ما نهضروش عليه. نعم. الآن لازم يلاحظوا بأن كاين تقدم يعني تطور كبير في الجهاز الطبي، وراكم تشوفوا هنايا الموضوع هذا رانا الحمد لله رانا نتناول هذه المواضيع ومازال اذا وصلنا لنهايه البرنامج. نمد لكم كلمه اخيره باختصار سيد مهوب. هنا انونشين مبارك للطبيب بن شنو وين هنا ما عطاكش ربي ما رزقناش ربي. الحاجه اللي تعجبني دوكا سي لي جون راهم يروحوا لي زورفو لينا وراهم راهم يجيبوا في لي زونفون وراهم يكبروهم وراهم عايشين كما نقولوا الحمد لله، وين في بعض الاحيان وعندهم توازن عائلي. لا صدقيني أنيسة حتى يلقاو صعوبه باسكو علاش بعد تولي تحس وليده ولا تحس يحس به وليده تحس به وليدها وين تلقى صعوبه باش تقول له باللي انت ماكش وليدي باللي يعني جبتك من لورفولينا سي تالمون لو سونتيمون دو ماترنيتي اي نوبليون با الاحساس هذاك تاع الامومه او احساس اخر وما يشعر به حتى غير الام هذيك. دكتور مهوب نعاودوا نعالجوا هذا الموضوع تاع التبني ونعاودوا نجيبوا كلمه اخيره للناس اللي يحبوك يتبعوك دكتور. الكلمه اللي نقولها الا كان ربي ما رزقكش كما يقولوا ربي هو الرازق نروحوا نجيبوا اطفال من دور كما نقولوا الحضانة ولا من مستشفيات ولا حاجه وين يربوهم وراح تربح الاجر لانه يتيم هذاك راح تديروا وربي راح يبارك. نعم. وممكن باسكو ربي اللي يرزق. نعم. كما قال الطبيب والحمد لله شفنا حالات تاع 15 16 17 سنه 18 سنه جي ان كوبل باش نختم بها 58 سنه باش عطاها ربي ان انفون. يلا على هذه شكرا جزيلا دكتور مرزوقي وعدنا انه السيد الله على كل شيء قدير. نعم اذا دكتور مرزوقي وعدنا انه الى قبله تجيبوا منا كلمه اخيره. الكلمه الاخيره اللي نوجهها للمستمعين انه خاصنا نشوفوا في لاستيريليتي كوم مالادي ما خاصناش نشوفوها فيها كوم بروبليم سوسيال مالادي اللي عندها الحلول وتتعالج كل مرض تتعالج عندها حلول ولا ما كانش حلول كاين الانترناتيف. نعم ان شاء الله دكتور بنشنو والله انا نقلب بالموضوع تماما. يلا كلمه اخيره. ان تاثر الولادات كثروا في الجزائر الحمد لله كثروا الحمد لله الحمد لله هذا ربي يرزقهم ولكن لازمنا كي نولد طفل كي المراه كي الراجل كي يجيبوا طفل ولا طفله لازم يفهموا بان لازم يكون زياده ايجابيه وفعاليه للمجتمع ماشي جيب دراري ومن بعد خليهم. شكرا دكتور شكرا. يلا نديروا موضوع اخر ونعاود نعرضكم. شكرا دكتور. يلا سلطاني انا حبيت نقول انيسا باختصار سلطاني لان الوقت باختصار ما كاش مشكل حبيت نقول باللي اللي ما جابش الدراري سني با لا فين دو مون استادير من والحياه تستمر فوالا بيان سور من اراد ان يخلد ذكراه يقدر كما قال الطبيب يتكفل بيتيم. نعم. انا وكافي لليتيم كهاتين. نعم. الجنه هذه وحده وثانيا يقدر يدير الوقف يوقف شيء وقف يغرس الشجره وقف يسمي اسمه مثلا باسمه يذكر بها الى يوم القيامه. يعطيك الصحه سلطان هذا الكلمات الجميله نوعدكم انه عجبتك الطبيب هذا. اذا الحديث راه شيق لكن لضيق الوقت نرجعوا لونتين لكن الاسبوع. نعم دكتور نعم يعطيك الصحه. شكرا. ونشكر قناه البلاد اللي كان هذا السوجي هذا الموضوع تاع العقم كان طابو. نعم. راهم يهضروا على الطابوهات الحمد لله رانا نطرحوه للمواطن. نعم. شكرا لك. اذا مشاهدينا اذا جبنا الحاله تاع الزوج والزوجه اللي ربما كانت عندهم لاستيريليتي سكوندير وراحين يكونوا معنا نكملوا موضوع العقمه الاسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناه وهذا قناه البلاد تي في في امان الله.